قاتل هؤلاء الفلاحين ككلاب مسعوره، تلك هي إحدى العبارات التي قالها بطل قصتنا في موقف حرج في تاريخ الشعب الألماني. كانت له أفعال وأقوال كثيرة منها ما أعجب الناس وقتها وأعجبنا معهم، ومنها ما صدمهم وصدمنا معهم، وهو نفسه الذي قال: لسنا مسؤولين فقط عما نقوله بل ايضا عما لا نقوله ترى متى قال ولماذا قال الراهب الالماني مارتن لوثر هذه الكلمات وكيف تحول من الراهب الاستاذ مارتن لوثر الى الفارس جورج وكيف تحولت حركه الاصلاح الكنسيه الروحيه الى حرب اهليه كيف تزوج الراهب خريج الدير من الراهبة الهاربة من الدير نعرف الإجابات ونتابع الحكاية بعد فاصل قصير مشاهدين الأحباء فابقوا معنا مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الأحباء في حلقة جديدة من برنامجكم سحابة شهود حيث ندرس معاً حياه مجموعه من ابطال التاريخ المسيحي خارج صفحات الكتاب المقدس هؤلاء الذين تركوا تاثيرا كبيرا في تاريخ الكنيسه والعالم البعض منهم ربما تكون سمعت بهم والبعض الاخر ربما تسمع بهم لاول مره لو انكم تابعتونا في الحلقتين السابقتين بالتحديد مشاهدينا الاحباء لعرفتم اننا مازلنا في رحله حياه شخص اختلفت وما زالت تختلف كثير من الاراء بخصوصه قال عنه البعض كان شيطانا في زي راهب بينما قال عنه اخرون انه كان بطلا مغوارا بحث واخلص في بحثه وافاد الكنيسه ونقاها من كثير من العقائد الفاسده توقفنا في محطتنا السابقة عند واحدة من أخطر اللحظات في حياة مارتن لوثر، حيث صدر الأمر بمحاكمته أمام مجلس الأمة الألماني، وكان البابا قد سبق وأصدر منشورًا بالتهديد بحرمان الراهب مارتن لوثر ما لم يتراجع عن اعتراضاته في خلال ستين يومًا باعتباره هرطوقيا خارجا عن تعاليم الكنيسة بل أيضا وحرمان كل من يعترض على قرار حرمانه والحرمان الكنسي مشاهدين الأحباء يعني ببساطة القطع من جسم الكنيسة وهو يشبه حكم الموت وإرسال الشخص إلى جهنم حيث لا خلاص خارج الكنيسة الكاثوليكية بحسب الاعتقاد وقتها اليوم في محطتنا الأخيرة من حياة ورحلة مارتن لوثر سوف نذهب معه كما ذهب معه فقط ثلاثة من أصدقائه للمحاكمة في مجلس الأمة الألماني أمام الإمبراطور والأمراء ومندوب البابا وأيضا لنعرف ماذا حدث قبل وبعد تلك المحاكمة الخطيرة مشاهدينا الأحباء منذ أن بدأت الأزمات في حياة لوثر لم يفكر ولو للحظة واحدة أن يترك الكنيسة وحتى بعد أن دخل النور قلبه واكتشف بالبحث في كلمة الله حقيقة التبرير بالإيمان وحتى بعد أن نشر اعتراضاته الخمسة والتسعين ضد أخطاء الكنيسة في كل ذلك كان فقط يحاول أن يصلح الكنيسة لا أن يحاربها أما الآن وبعد ان وصل الى طريق مسدود وبعد ان وجد ان الكنيسه ليست فقط ترفض الاصلاح بل هي تقف ضده حتى لا يقوم بالتبشير برساله الانجيل الحقيقيه فقد امروه ان يمتنع عن التعليم والكتابه والنشر بل ان يحرق كل كتبه التي كتبها بل الان هم يريدون قتله قابل الكثير من أعداء لوثر منشور البابا الذي هدد فيه لوثر وأتباعه بالحرمان بفرح عظيم، بل دفعت بهم الحماسة في بعض المدن والقرى إلى جمع كتابات لوثر التي كانت قد انتشرت بسرعة عجيبة في أرجاء البلاد وإلقائها في النار، لذا فقد تغير فكره الآن من ناحية الكنيسة والبابا. فماذا سوف يفعل؟ قابل مارتن لوثر كل ذلك تقريبًا بنفس الطريقة المتطرفة، فتقدم بنفسه في أحد الأيام في جمع من الأساتذة والطلبة من مؤيديه، وألقى في النار المنشور الذي يحتوي على تهديدات البابا له بالحرمان، وهو يقول: بما أنك أحزنت الروح القدس لتلتهمك النيران. كما أحرق أيضاً كتب القوانين الكنسية، وبهذا أعلن الراهب مارتن لوثر خروجه واستقلاله عن الكنيسة الكاثوليكية، التي لم تقبل الإصلاح الداخلي الذي حاول القيام به، ورداً على هذا الفعل أصدر البابا ليون العاشر قراراً بالحرمان ضد لوثر وكل أتباعه، فهو الآن هرطوقي حتى تتم محاكمته. مشاهدينا الأحباء للأسف كانت الأفعال التي قام بها الطرفان من الجانب الكاثوليكي ومن جانب اللوثريين من العوامل التي ساعدت على تأزم الموقف، حيث قام بعض الأساقفة الكارهين للوثر بحرق كتب لوثر علناً، كما قام هو بالمقابل كما ذكرنا بحرق منشور البابا وكتب القانون الكنسي. هذا الصراع الديني وضع المانيا في موقف خطير، موقف انقسام وحرب وخراب حيث كل من الطرفين يحاول ان يسيطر على الموقف. في طريقه الى مدينه فورمز ليحاكم امام مجلس الامه الالماني، كانت المدن التي يمر بها لوثر تنظم له استقبالات مختلفة حسب موقف كل مدينة من تعاليمه فهناك مدن رفعت لافتات تطالب بحرقه ومدن أخرى رفعت لافتات تشجعه وتؤيده بعد رحلة طويلة استغرقت أكثر من أربعة عشر يوما وصل لوثر أخيرا إلى مدينة فورمس، وكان وقت تناول طعام الغذاء لكن عندما اعلن عن وصول المهرطق لوثر ترك الناس موائد الغذاء وخرجوا ليروا هذا الهرطوقي الذي سمعوا عنه الكثير وعندما نزل لوثر من عربته قال الله معي وكانت الشوارع قد ازدحمت بالجماهير لدرجه انه لم يكن من السهل المرور فيها وصل لوثر بصعوبه قاعه المحاكمه في مجلس الامه الالماني ليجد الراهب الالماني الفقير نفسه وهو في زي الرهبان البني الخشن امام اكبر واعظم هيئه حاكمه في ذلك الوقت وجد نفسه امام الامبراطور شارل الخامس واخيه وعدد كبير من الامراء والنبلاء وسفراء الدول بالإضافة إلى مئتين من مندوب البابا وقف جون إك المسؤول عن إدارة المحاكمة وقد كان من أشد معارض لوثر أمام كتب لوثر الموضوع على مائدة أمام الجميع وسأله هل أنت مستعد أن تتراجع عن الكتابات التي كتبتها أم أنك مصر على التمسك بها كان من الواضح ان الغرض من المحاكمه ليس سماع راي لوثر بل فقط سماع تراجعه وندمه قال لوثر ان الامر خطير جدا ويحتاج الى تفكير عميق ثم وجه كلامه مخاطبا الامبراطور قائلا التمس من جلالتكم ان تمنحوني وقتا للتامل والتفكير وبعد الاستشاره قرر الامبراطور منحه يوما للتامل والتفكير خرج لوثر من امام الجمع وانطلق الى غرفه فندقه وكان الليل طويلا والصراع في الصلاه عنيفا ولا نعلم ان كان نام قليلا ام كثيرا في تلك الليله لكن نعلم انه في نفس الساعه في اليوم التالي كان يمثل امام نفس هيئه المحاكمه الكبرى وقف جون ايك امامه مره اخرى وساله نفس السؤال الذي ساله له بالامس هل انت مستعد ان تتراجع عن الكتابات التي كتبتها ام انك متمسك بافكارك اخذ الراهب لوثر اولا يقدم اعتذاره للامبراطور وللملوك وللرؤساء لجهله بالالقاب لانه لم يتربى في بيوت الملوك والعظماء بل في عائله فقيره وفي دير للرهبان ثم قال اما فيما يختص بالكتب التي الفتها فهي تنقسم الى ثلاثه انواع النوع الاول كتب عالجت موضوعات خاصه بالايمان المسيحي والاخلاق ولقد قابلها الكثيرون ليس فقط من اصدقائي بل حتى من الذين يختلفون معي في الراي فكيف يمكنني أن أتراجع عن كتبٍ اعترف بفائدتها العدو والصديق؟ النوع الثاني هي الكتب التي هاجمت فيها البابوية والبابويين الذين أفسدوا المسيحية، وإن الكثيرين شهود لذلك بل ضحية لهم، فإن تراجعت عن هذه الكتب فإني أشجع الظلم والفساد، فلا يمكنني ان اتراجع عن تلك الكتب النوع الثالث كتب احتوت على نقد شديد ضد الاشخاص الذين اشتركوا في اعمال الظلم والعدوان وانا اعترف بانني كنت شديدا في اسلوبي قاسيا في نقدي فارجو معذرتي لكن اعتقد انني كنت ادافع عن عقيده هامه وعندما ادافع عن هذه العقيده فأنا لا أدافع عن نفسي بل عن الحق الإلهي، وهل يمكنني أن أتراجع عن الحق الإلهي؟ ثم خاطب الإمبراطور والجمع قائلا: أنا أناشدكم أيها الإمبراطور المعظم والملوك الكرام جميعا أن تبرهنوا لي من الكتب المقدسة خطئي. ثم أنهى خطابه بكلمات وجهها إلى الإمبراطور الذي كان قد بدأ حكمه منذ فترة قصيرة محذرا من أن يبدأ ملكه بسفك الدماء والعنف لأن العنف يولد عنفا أكبر وسفك الدماء يجلب سفك دماء أكثر وأغذر وبعد أن أنهى مارتن لوثر خطابه التاريخي باللغة اللاتينية قال له جون إيك أيها الأخ مارتن لقد تكلمت كثيرا وفي كلامك قد تمسكت بهرطقات قد سبقت الكنيسة وحكمت ببطلانها وهذه الهرطقات قد سببت مآس للشعب الألماني وعلى كل حال لا نريد النقاش فيها وكل ما نطلبه منك باسم الإمبراطور هل أنت مستعد بأن تتراجع عن تعليمك المذكورة في هذه الكتب؟ إننا نريد منك جوابا واضحا وصريحا وعندئذ قال مارتن لوثر: بما انكم تطلبون مني اجابه صريحه فهذه اجابتي ان لم تقنعوني من الكتب المقدسه لا يمكنني التراجع لان ضميري لم يعد يخضع الا للكتب المقدسه ولذلك لا يمكنني ان اتراجع لانه ما اخطر ان يتصرف الانسان ضد ضميره وهذا ما اؤمن به فليساعدني الرب وقف الامبراطور مذهولا من شجاعه لوثر وكلماته ورفع الجلسه للتمهيد للنطق بالحكم بينما كان الحاضرين يصرخون قائلين انه شيطان يجب ان يقتل والبعض يقول انه مجرم وثائر ضد الله وضد السلطات بينما اخرون يصرخون انه نبي والله يتكلم على فمه أما لوثر فقد قال: لم يكن ممكنا أن أفعل غير ذلك فليكن الله في معونتي. شعر أنه اجتاز الامتحان، ولكن ماذا سيحدث له الآن؟ ماذا سيكون مصيره؟ في النهاية صدر الحكم على لوثر بأنه هرطوقي، لكن حافظ الإمبراطور على وعده للأمير فريدريك بعودة لوثر الى فيتنبرغ في سلام على ان يقبض عليه بعد انتهاء مده الامان الممنوحه له كذلك يجب معامله كل من يتبعه بنفس الطريقه لكن لم يصل لوثر حتى الى فيتنبرغ حيث هجمت عليه مجموعه من الفرسان المسلحين واختطفوه ترى من اختطف مارتن لوثر أثناء عودته من المحاكمة رغم صك الأمان الممنوح له من الإمبراطور وإلى أين اختطفوه وماذا حدث له بعد ذلك ابقوا معنا مشاهدين الأحباء لنعرف الإجابات بعد فاصل قصير أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الأحباء في برنامجكم سحابة شهود عرفنا قبل الفاصل انه تمت محاكمه الراهب الاستاذ مارتن لوثر في مجلس الامه الالماني امام الامبراطور والامراء ومندوب البابا حيث رفض ان يتراجع عن كتاباته واعتراضاته عن اخطاء الكنيسه ما لم يقنعه احد من الكتب المقدسه بعكس افكاره لكنه واثناء رجوعه الى مدينته في فيتنبرغ تم اختطافه بواسطه مجموعه من الفرسان المسلحين فمن كانوا هؤلاء كان الذين اختطفوه هم مجموعه من فرسان الامير فريدريك الذي كان يحبه ويحاول حمايته ولانه كان يعرف الخطر الذي كان يهدد حياه مارتن لوثر في طريق رجوعه بعد ان حكم عليه بالكفر والهرطقه لذا رتب خطه لاختطافه اقتاده الفرسان الى احدى قلاع الامير الحصينه وهناك اقام في القلعه بعد ان ارتدى زي الفرسان واعطي اسم الفارس جورج وتركوه مع من يهتم بطعامه وشرابه اختفى مارتن لوثر ولم يعلم الناس اين ذهب ولقد اذاع البعض بان جثه لوثر وجدت في منجم للفضه كما انتشرت قصص اخرى كثيره لم يكن وقت الاختباء وقت فراغ في حياه لوثر فان كان الان لا يستطيع ان يعظ ويعلم فهو يقدر ان يكتب ايضا هناك في القلعه بدا بالقيام باحد اهم اعماله ترجمه العهد الجديد الى اللغه الالمانيه لغه عامه الشعب حيث حرم الناس لسنين طويله من كلمه الله باللغه التي يفهمونها استمر لوثر في هذا العمل حتى بعد خروجه من القلعه الى ان انهى ترجمه الكتاب المقدس كله كان دائما يقول اريد ان يقرا الناس الكتاب بانفسهم كانت افكار الحريه التي نادى بها لوثر قد بدات تجذب الناس بعد سنوات طويله من الانحناء تحت سلطه البابا والكهنه والامراء الذين اساءوا استخدام سلطتهم الدينيه والسياسيه لكن للاسف لم يكن الشعب مهيئا تماما لمناخ الحريه فبداوا يتمردون على كل شيء وعلى كل سلطه وتطرفوا في ذلك التمرد فمن الناحيه الروحيه والدينيه اقتنع كثير من البسطاء والجهلاء انفسهم ان لا حاجه لهم الان اطلاقا لا لسلطه الكنيسه ولا للتعليم والدراسه ولا حتى للكتاب المقدس بل قالوا ان الروح القدس هو الذي يرشدهم مباشره في كل شيء وانزلقوا في حاله من الفوضى الروحيه المحزنه وامتدت ايادي بعض المتعصبين لتخرب الكنائس والاديره الكاثوليكيه فكسروا تماثيلها وحطموا صورها وغيروا نظام ولغه العباده فيها بالاكراه وعندما ترك لوثر القلعه عند علمه بهذه الاخبار المحزنه ليذهب الى الناس وليبذل مجهودات خارقة من اجل اعادة تنظيم الامور بالوعظ والتعليم والرد على المتعصبين والمبتدعين استمع له الكثيرون لكن تمرد عليه ايضا المتمردون. اما الماساة الاكبر فكانت من الناحية المدنية والسياسية حيث كانت تعليم لوثر عن الحرية والمساواة وأن كل المسيحيين متساوون أمام الله فلا فرق بين كاهن وعلماني، وأن كل مسيحي هو حر غير مستعبد لأحد. للأسف فهم البعض أن هذه الأفكار هي دعوة للثورة والتمرد على الأمراء والسلطات المختلفة. اعتبر الفلاحون والعمال والصناع أن كتابات لوثر موجهة لهم بالذات، ولم يحاولوا أن يفهموا أو يطبقوا تعاليمه روحياً، بل فسروها بطريقة مادية وسياسية، فكانت تعني بالنسبة لهم التخلص من الظالمين من الأمراء والإقطاعيين بالقوة. قام الفلاحون بما عُرف في التاريخ لاحقاً بثورة الفلاحين، حيث هجموا على القصور والحصون وخربوها ودمروها مشاهدين الأحباء ترى ماذا كان موقف مارتن لوثر من ثورة الفلاحين؟ ما هي تلك العبارة التي نطق بها وظلت فيما بعد كنقطة سوداء في سيرة هذا المصلح العظيم؟ كيف سارت الأمور بعد ذلك؟ ومتى ظهر هذا المصطلح الشهير بروتستانت لاول مره دهش بل صدم الكثير من المؤرخين من موقف لوثر من ثوره الفلاحين فرغم انه كان متفقا مع مطالب الثوار لكن لم تعجبه الطرق التي اتبعوها للحصول عليها بالعنف والقوه لذا شجع الامراء على الدفاع عن انفسهم قائلا لهم قاتلوا هؤلاء الفلاحين كما تقاتلون الكلاب المسعوره عندئذ بدا الامراء في تنظيم صفوفهم والدفاع عن انفسهم واستاجروا الكثير من المحاربين وسحقوا الفلاحين بطريقه مريعه يصعب وصفها فكان ان اريقت دماء كثيره وقتل في هذه الحرب الاهليه البشعه حوالي مئة ألف نفس لم يكن مارتن لوثر أبدا يتخيل هذه القسوة والبشاعة من جانب الأمراء وبعد هذه الثورة المريعة التي أريقت فيها الدماء غزيرة وراحت ضحيتها نفوس كثيرة جدا قام لوثر وعدد كبير من الأمراء بمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه ونظموا المساعدات والإسعافات للعائلات التي حطمتها الحرب. رغم هدوء واستقرار الأمور لفترة ظل شبح الحرب مرات كثيرة يهدد الإمارات اللوثارية. بعد فترة هدنة قصيرة، وفي أحد الأيام اجتمع مجلس الأمة الألماني مرة أخرى ليصدر قرارات تمنع اللوثريين من التبشير وحريه العباده ازاء هذا الظلم الصارخ اجتمع الامراء اللوثريون ليحتجوا على قرار مجلس الامه قائلين نحن نحتج وي بروتست كانوا يحتجون على هذا الظلم وعلى التضييق عليهم واضطهادهم ومن هذا التاريخ اطلق على اللوثريين كلمه المحتجين بروتستانت وقد دعا بعض الامراء اللوثريين لانشاء حلف عسكري مشترك وفعلوا ذلك لكن كان لوثر يرفض بشده اي معاهده او تحالف عسكري للدفاع عن الانجيل لانه كان يؤمن بان نشر الانجيل لا يكون ابدا باستعمال السيف الذي يترك الكراهيه والحقد في القلوب بل ينتشر الانجيل بعمل روح الله الهادئ المقنع الذي يعطي سلاما حقيقيا في القلوب والنفوس كان لوثر قد بلغ الثانيه والاربعين من عمره بعد كل هذه الاحداث التي مرت به كيف عاش بعد ان هدات الامور واصبحت هناك كنيسه بروتستينيه ناشئه نعرف ذلك بعد فاصل قصير مشاهدينا الاحباء فابقوا معنا. اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا الاحباء في برنامجكم سحابة شهود. قرر الراهب مارتن لوثر في سن الثانية والأربعين أن يتزوج، لأنه آمن أن الزواج من صنع الله، وهو أمر مكرم في عينيه. فتزوج من كاترينا فون بورا الراهبه الالمانيه التي تركت ايضا دير الراهبات بعد ان قرات تعاليم لوثر وامنت ايضا بقدسيه الزواج وقد عرفها بعض الاصدقاء على مارتن لوثر جدير بالذكر ايضا ان الكثير من اسر النبلاء في ذلك الوقت كانت ترسل بناتهن الى الدير في سن صغيره على غير رغبتهن لتحرمهن من الميراث وكانت كاترينا زوجه تقيه صالحه وخير معينه وصديقه لمارتن لوثر الذي احبها بشده وكان بيتهما مفتوحا دائما للمؤمنين اعطى الرب مارتن وكاترينا سته اطفال وكان لوثر يقضي اوقاتا طويله في الحديث مع اطفاله والاصغاء اليهم بل وكتب لهم الكثير من القصص المسليه لكن سمح الرب بان تموت اثنتان من بناته مما احزن قلب مارتن وكاترينا جدا عاش لوثر بقيه ايامه في الكتابه والاهتمام بالكنيسه الناشئه وظل امينا لله لم تستطع لا الاغراءات ولا التهديدات ان تثنيه عن عزمه وضع امام عينيه هدفا وشعارا واحدا لله وحده المجد والكرامه كما كان شعله من النشاط كرس حياته لخدمه الرب والكنيسه عاش سخيا كريما اجزل العطاء بلا حساب احتمل قسوه الدراسه وقاس من شكوكه في امر خلاصه ثم صارع مع الكنيسه الكاثوليكيه والامبراطور والامراء الكاثوليك المتعصبين هذا بخلاف جهاده في تكوين وتطوير الكنيسه الناشئه على جميع المستويات وكتاباته العديده والمجهود الذي بذله في ترجمه الكتاب المقدس بعهديه غير نضاله السياسي الذي وجد نفسه فيه رغما عنه وحزنه العميق على وفاة ابنتيه ورغم أخطائه التي ترجع لكونه إنسانا ليس كاملا لكن كانت السمة العامة لحياته الأمانة والبذة والتضحية إلى أن أتت اللحظة التي انطلق فيها المصلح العظيم مارتن لوثر للمجد في الثالثة من صباح الخميس الثامنة عشر من فبراير شباط عام 1546 عن عمر يناهز 62 عاما في المدينة التي ولد وتعمد فيها ولم يترك لعائلته شيئا من متاع الدنيا حتى اضطرت زوجته كاترينا ان تعمل بيديها لاعالة اولادها لكنه ترك للعالم كنزا عظيما من الكتب فهو إن مات يتكلم بعد ترى هل كان البابا ليول عاشر يعلم عندما وقع سك حرمان مارتن لوثر بأنه يوقع في نفس الوقت على سك خروج ما يقرب من ثلث المسيحيين من الكنيسة الكاثوليكية الذين عرفوا فيما بعد بالكنيسة البروتستانت نلتقيكم بعد فاصل أخير قصير فابقوا معنا مرحبا بكم مره اخرى مشاهدينا الاحباء وصلنا معا الى نهايه رحله حياه المصلح الالماني مارتن لوثر كما شرفنا على نهايه حلقتنا لكن قبل ان اترككم على وعد باللقاء في الحلقه القادمه بمشيئه الرب دعوني اترككم مع احدى عبارات مارتن لوثر ان الشيء الاول الذي اطلبه من الناس الا يستخدموا اسمي يجب ألا يسموا أنفسهم لوثريين بل مسيحيين فمن هو لوثر؟ التعليم ليس تعليمي ولا أنا صلبت لأجل أي أحد فكيف يأتي اليوم الذي يطلق على أولاد المسيح اسمي الشرير أنا الوعاء المملوء بالديدان نعم أنفق مارتن لوثر عمره من أجل إصلاح الكنيسة ولم يكن شخصا كاملا بلا اخطاء لكن يذكرنا بولس الرسول بما فعله ويفعله المسيح صاحب الكمال وحده راس الكنيسه وبانيها ومجملها ومصلحها في رساله افسس الاصحاح الخامس يقول احب المسيح ايضا الكنيسه واسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه لكي يحضرها لنفسه كنيسه مجيده لا دنس فيها ولا غضن او شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسه وبلا عيب نعم مشاهدينا الاحباء ما اسعد كنيسه المسيح ففي الماضي احب المسيح الكنيسه واسلم نفسه لاجلها وفي الحاضر هو يطهرها بالكلمه المقدسه وفي المستقبل السعيد سوف يحضرها لنفسه كنيسه مجيده بلا عيب له كل المجد في انتظار تعليقاتكم واسئلتكم ومشاركاتكم احبائنا بالوسائل التي ترونها على الشاشه نترككم في سلام المسيح رب الكنيسه